ساحات الأرصاد الجوية ترتقب دائما أجواء مشمسة وصيفية على كل السواحل، لكن دائما نسبة رطوبة عالية خاصة نحو السواحل الغربية، وهذا خلال الصباح الباكر. خلال الظهيرة تتشكل بعض السحب الركامية التي تتحول إلى رعود منعزلة نحو الهضاب ومنطقة الأوراس، بينما قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية نحو الهضاب الوسطى وأيضا الغربية. جنوبا أجواء شبه رعدية بمنطقة الثورة وشمال الصحراء، مشمسة تماما على الجنوب الشرقي وسط الصحراء وأقصى الجنوب الغربي، وتبقى تنشط بعض الأمطار الرعدية المحلية نحو أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي، للإشارة تبقى تنشط بعض الزوابع الرملية هذا نحو وسط الصحراء إلى غاية مناطق الجنوب الغربي. الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ستتراوح ما بين 21 إلى 24 درجة على كل المناطق الشمالية، عدا بغليزا عند دفلة ستقارب 30 درجة. نفس المقياس جنوبا سيسجل ببشار، بغردايا، بسكرة، إليزي، إن صالح 33 درجة، بأدرار 24 درجة، بتندوف، وأخيرا 27 درجة بتمنراست وجعنات. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تتراوح ما بين 31 إلى 36 درجة على السواحل، ترتفع كلما اتجهنا نحو السواحل الغربية، تقريبا نفس المقياس سيسجل بالمناطق الداخلية مع 38 درجة بتنيمسان وتيزي وزو، وترتفع إلى 44 درجة وهذا كأعلى مقياس بكل من معسكر غليزان وعين دفلة. جنوبا 40 درجة ببسكرة والواد، 41 درجة ببشار، 45 درجة بأدرار، تميم، المنيعة، إن صالح، وهذا كأعلى مقياس، بينما لن تتعدى 39 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، البحر سيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو سواحل الوسطى وكذلك الغربية. الرياح هنا تأتينا ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية نحو سواحل الوسطى، سرعتها معتدلة بينما ضعيفة بسواحل الشرقية مع بحر هادئ. تقريبا نفس اتجاه الرياح، ستكون متغيرة الاتجاهات وكذلك سرعتها تبقى ضعيفة نحو سواحل الغربية.